مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج همزة وصلة. موضوع حلقتنا النهاردة هو سؤال: كيف تضمن الضرائب توفير خدمات أساسية لا يمكن للمواطنين توفيرها بأنفسهم؟ ده سؤال حلقة النهاردة مشاهدينا الكرام في همزة وصلة، وإحنا في انتظار آرائكم ومقترحاتكم اللي هتيجي لنا على موقع التواصل الاجتماعي بالتحديد فيسبوك. احنا منتظرين ارائكم واستفساراتكم. السؤال مرة تانية: برأيك كيف تضمن الضرائب خدمات اساسية لا يمكن للمواطنين توفيرها بانفسهم؟ ده سؤال حلقة النهاردة مشاهدينا الكرام. احنا عارفين ان مصلحة الضرائب اصدرت بيان اعلنت فيه مطالبتها لكافة الممولين من الاشخاص الاعتباريين بتقديم اقراراتهم الضريبيه قبل يوم 31 مارس الكترونيا، وده منعا للتزاحم والضغط على الشبكه المعلوماتيه. المصلحه اكدت تقديمها لكافه الدعم والمساعده من خلال فرق الدعم الميداني بالماموريات، وايضا الاتصال بالخط الساخن رقم 16395. وشددت مصلحة الضرائب أيضا على ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وكلمة السر أو كلمة المرور لهذا البريد، وقالت أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار إلا بنفس البريد الإلكتروني اللي قاموا بإدخاله في المرة الأولى. خلونا نشوف مزيد من المعلومات وبعد كده نرجع نكمل أو نبتدي حوارنا مع ضيوفنا اللي هينضموا لنا عبر الهاتف. اهلا بكم جديد مشاهدينا. بعد ما تابعنا هذه المعلومات خلونا نبتدي حواراتنا مع ضيوفنا اللي هينضموا لنا عبر الهاتف. اول اتصال مع الاستاذ ياسر محارم، وهو الامين العام لجمعيه الضرائب المصريه. استاذ ياسر اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. استاذ ياسر، اولا عايزين نعرف اهميه الضرائب ايه في تقديم خدمات اساسيه للمواطن ما يستطيعش ان هو يوفرها لنفسه أو يتحمل تكلفتها وأعبائها المادية وهو موجود في الدولة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة الضرائب هي علم الهدف منه أو أداة من أدوات الإدارة المالية أو المالية العامة، اللي هي بيها بتحصل الدولة مواردها، واللي من خلال تحصيلات هذه الضرائب ودخولها إلى الخزانة العامة للدولة تستطيع منها الدولة أنها تصرف على كل المشروعات الاستثمارية، تصرف على الصحة، تصرف على التعليم، تصرف على البنية التحتية، في كل أوجه إنفاق الدولة، وهي مصدر أساسي للضرائب. وطبعا زي ما حضرتك عارف أن الضرائب في مصر حاليا بتمثل حوالي 75% من موارد العامة للدولة. والضرائب يا إما ضرائب مباشرة يا إما ضرائب غير مباشرة. الضرائب المباشرة هي الضريبة على الأجور والمرتبات، اللي هي الضريبة على مرتبات الموظفين سواء العاملين في الدولة أو العاملين في القطاع الخاص. الضريبة على الأرباح الشركات، اللي هي كل الشركات اللي بتشتغل في مصر، أو الضريبة على الأشخاص الطبيعيين من دخولهم، أي شخص طبيعي بيزاول أي مهنة مهما كانت، سواء مهنة حرة أو مهنة غير تجارية أو مهنة تجارية. كل وحدة اقتصادية في الدولة بتشتغل لازم ناخد منها النصيب العادل أو تساهم بالنصيب العادل من أرباحها في الضرائب. الضريبة غير مباشرة هي زي ضريبة الفات أو الضريبة على القيمة المضافة، اللي هي بتحصل على السلع والخدمات اللي موجودة في الدولة. فطبيعي كل العالم موارد الدولة بالنسبة لها بتمثل الضرائب جزء كبير جدا، فدي أهم حاجة. ودي طبعا الخدمات اللي بيؤديها الدولة هنا ما بيستطيعش المواطن ان هو يعملها بنفسه. يعني لما الدولة توفر
سكك حديدية أو توفر بنية تحتية، توفر طرق، توفر الكلام ده كله، توفر صحة في المستشفيات الحكومية، توفر تعليم مجاني للطلبة. وإحنا عارفين إن طلبة المدارس الحكومية أو الطلبة بوجه عام الحكومية بتمثل الفئة الأكبر، كل ده بيضخ من الخزانة العامة للدولة لصالح المواطن. تمام. طيب أستاذ ياسر، إحنا شايفين إن هناك تطبيق للنظام الإلكتروني في تقديم الإقرار الضريبي، عايزين نعرف من حضرتك أهمية هذا النظام الإلكتروني في تحصيل هذه الأموال لدافع الضرائب، وأيضا أهميتها في توفير الوقت والجهد على الممولين. الحقيقة الدولة أو وزارة المالية انتهجت نهج محمود جدا 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 في ان هي تعمل المنظومه الالكترونيه، وبدات المنظومه الالكترونيه الحقيقه تطبيقها من سنه 2018. وبدات اول حاجه بالتطبيق على الشركات اللي هي الشركات الاعتباريه، اللي هي شركات الاشخاص والشركات المساهمه والبنوك وكل الشركات الكبيره، وبدات برضو في تطبيق القيمه المضافه. فدي كانت أول حاجة، والحقيقة تم إنجاز غير عادي في المنظومة، والناس تجاوبت معاها تجاوب كبير جدا جدا جدا. السنة دي هيبدأ تطبيق إن الأشخاص الطبيعيين هم اللي يرفعوا إقراراتهم على المنظومة. الحقيقة هنا ده شيء جيد جدا جدا جدا، لكن ممكن نقابل بعض المشاكل، لأن البنية التحتية عندنا بالنسبة للمجتمع الضريبي والثقافة الضريبية ممكن ما تتجاوبش مع المنظومة. ليه حضرتك؟ لأن الشخص الطبيعي ده ما هو إيه؟ غير أنا وحضرتك وأهالينا مثلا من الفئات اللي أقل تعليما أو الحرف البسيطة، يعني مثلا سواق تاكس، كشك السجاير، المكوجي، النجار، البقال الصغير اللي في حارة، كل ده المفروض يطلع الإقرار أو يقدم إقراره الضريبة على المنظومة الإلكترونية. هل هنا المجتمع اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو الفئات الأقل إمكانيات هيستطيع أنه يرفع المنظومة الإلكترونية؟ الحقيقة مصلحة الضرائب موفرة في مأموريات الضرائب الدعم الفني للناس دي كلها، بس نوصل للناس دي إزاي عشان نعرفهم الحتة دي؟ الناس دي ما بتقراش مثلا، يبقى ممكن أخونا سواق تاكسي مش هيقعد يطلع على الجرائد ويطلع على السوشيال ميديا عشان يعرف أنه يؤدي إقراره إزاي. فإحنا نخشى ما نخشى أن تبدأ تتفتح مراكز زي السايبرات، الالات الكاتبه، الكلام ده كله، ويبدا يستقطبوا هذه الفئات عشان يرفعوا الاقرارات، ودي اللي ممكن المشكله اللي تقابلها وزاره الماليه. يبقى الاقرار جاي لها باسم الممول وكل حاجه، لكن من بدون هويه. هو ده اللي احنا نخشاه في المنظومه الالكترونيه، لكن لا شك هو نظام طبعا محتاج ثقافه ضريبيه للمجتمع الضريبي باسره كله، ان لازم المجتمع الضريبي كله يبقى عنده الثقافه دي، انه يقدر النهارده يعمل يرفع ازاي على المنظومه الالكترونيه. هي نجحت الشركات والبنوك والقطاع الأموال الكبير، لأن كل الشركات دي عندها سيستم وعندها كمبيوترات وعندها الكلام ده كله. فإحنا نتمنى نجاحها بالنسبة للفئة اللي إحنا نزلنا لها بقى، اللي هم الأشخاص الطبيعيين بكل فئاتهم وعلى مستوى كل محافظات وقرى مصر. لأن أنت ممكن تلاقي محل في قرية عنده بطاقة ضريبية، ده ملزم إنه يرفع على المنظومة الإلكترونية. طب النهاردة هيجيب بقى منين المأمورية تابعة عليه؟ هتلاقيها في مركز من المراكز أو محافظة من المحافظات، وهيجيب منين الكمبيوتر عشان يخش ويعمل باسورد ويوزر نيم وميل والكلام ده كله؟ فهي دي النقطه اللي احنا متخوفين منها. فكنا المفروض نمشي سنتين مع المانيوال مع المنظومه الالكترونيه عشان نقدر نطلع بالمجتمع الضريبي. طب خليك معنا يا استاذ ياسر محارم، هنرجع لحضرتك مره ثانيه. وانضم لنا دلوقتي عبر الهاتف مشاهدينا الكرام ايضا الاستاذ عبد الناصر منصور، مدير تحرير الاهرام الاقتصادي. استاذ عبد الناصر، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اولا حضرتك بتشوف ازاي حجم التاثير الضريبي على الاقتصاد والتنميه هنا في مصر؟ بالتاكيد ان الموازنه العامه للدوله واعتماد على اكبر قدر ممكن من الحصيله الضريبيه في مقابل المتحصلات الاخرى، سواء كان العائدات من السياحه او العائدين من الخارج او قناه السويس او الصادرات، وبالتالي فإن الضريبة أو الضرائب التي تفرض بشكل عام هي لها أهمية كبيرة جدا لتحقيق التوازن في احتياجات المواطن المصري، سواء كان في التنمية في التعليم أو الصحة أو التعمير أو إدخال المرافق بشكل عام أو
التنمية التي يتأثر بها المواطن كل عام حسب النسب المقدرة أو ما يتم تخصيصه لكل قطاع من القطاعات المختلفة، سواء كان صحة أو تعليم أو بنية تحتية أو غيرها من الأمور التي أو الخدمات التي تقدم للمواطن بشكل مباشر ويتلمسها بشكل يومي من خلال الأعمال أو الأنشطة التي أو الخدمات التي يحصل عليها. تمام. طب خليك معنا أستاذ عبد الناصر، هنرجع لحضرتك مرة تانية ونروح مرة تانية للأستاذ ياسر محارم وهو الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية. أهلا بك مرة تانية أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك فندم. طب حضرتك بتشوف إزاي التسهيلات اللي هي بتقدمها وزارة المالية أو الحكومة أو مصلحة الضرائب للممولين خصوصا بعد تقديم الإقرارات إلكترونيا، وإلى أي مدى ده برضو هيضمن دخول فئات جديدة أو أفراد جدد إلى المنظومة الضريبية وأنهم يمشوا في الاقتصاد الرسمي ومن ثم يقدمون إقرارات ضريبية تدخلهم يعني تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؟ هو الحقيقة المصلحة الضرائب وزارة المالية مقدمة كل الدعم الفني في المأموريات، إن الشخص الطبيعي اللي ما يستطيعش إنه يعمل الإقرار بنفسه يروح للمأمورية التابع ليها، والدعم الفني هناك هيساعده إنه يرفع الإقرار بتاعته بسهولة ويسر على المنظومة الإلكترونية. كيفية إدخال بقى القطاع الغير رسمي مع القطاع الرسمي؟ الحقيقة ده هيتحقق بطريقتين. الطريقة الأولانية اللي هو تفعيل قانون المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من الناحية الضريبية. احنا كان في نزل مشروع، نزل قانون بتاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وعمل فعلا يسر جدا 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 للممولين والاقتصاد الغير رسمي انه ينضم لهذه المنظومة، ومش هيمسك حسابات منتظمة ومش مطلوب منه اي حاجة خالص، وفي ضوء رقم الاعمال بتاعه هيدفع ضريبة عادلة جدا جدا جدا، 1000 جنيه في السنة او 1500 او 5000 على ضوء حجم نشاطه اللي بيتراوح من 250,000 الى مليون جنيه او 10 مليون جنيه. ده شيء جيد جدا جدا جدا، لكن محتاجة ان احنا نوعي الناس بهذا القانون وتبدأ مصلحة الضرائب تجهز نفسها لهذه الفئات، سواء الاقتصاد الغير رسمي او الاقتصاد الرسمي اللي هو بيمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فده شيء ايجابي جدا جدا جدا، مع ان النهارده كل الشركات والممولين بيقدموا اقرارهم الضريبي على المنظومه الالكترونيه واقرار ضريبه القيمه المضافه على المنظومه الالكترونيه، هيصبح النهارده اللي مش متسجل في مصلحه الضرايب واللي ما بيعملش فاتوره ضريبيه مش هيبقى ليه في السوق مكان، لان انا هبدا كشركه عاوز كل فواتيري مؤيده ضريبيا ومن من من شخص مسجل في مصلحه الضرايب عشان اقدر استفيد ان انا اقسم القيمه المضافه استقرار. فبالتالي النهارده هيبقى الاقتصاد الغير رسمي طواعيه تاني يقل شيء طبيعي اوتوماتيك ويقل، مع ان المفروض بقى مصلحه الضرايب وزاره الماليه تفعل شعب الحصر الضريبي انها تبدا تنزل فعلا وتشوف المجتمع اللي ما اتحصرش ضريبيا وتبدا تدخله في المنظومه، لان الغربله بتاعت المنظومه الالكترونيه لا شك ان هتدخله جزء من الاقتصاد الغير رسمي، لكن مش هتملك انها تدخله كل الاقتصاد الغير رسمي. طيب ده يدفعنا استاذ ياسر للحديث عن ازاي بقى الدوله او مأموريات، يعني احنا عارفين بعض الممولين ربما يعني ما بيدفعش او يدفع هذا التمويل او هذه الضريبه الا لما، خصوصا لاصحاب الاعمال المتوسطه والصغيره ما بيدفعش الضريبه الا لما يمر عليه مأمور الضرائب وياخد عليه الاقرارات او الغرامات او المفروض تؤخذ لحق الدوله، ازاي يتم التعامل مع الجزئيه دي؟ اقول لحضرتك، هو ليه الراجل المنشاه الصغيره او المتوسطه او الاقتصاد غير الرسمي ما بيروحش الضرائب؟ لانه خايف منها وخايف من تقديراته الجزافيه وتقديراته العاليه اللي يبقى الكشك الصغير ويفاجئ ان الزميل الفاحص حاطط عليه ارقام كبيره جدا جدا مش مظبوط، فبالتالي هنا بيتخوف. فاحنا لازم نغير سياستنا وتبقى سياسه تحفيز وليس سياسه عقابيه. انا النهارده عايز احفز المجتمع الغير رسمي انه يخش عندي، لازم اديله حوافز، والحوافز دي موجوده في المنشات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه. يبقى اذا احنا لازم وزاره الماليه ومصلحه الضرايب تبدا تنزل لهذا المجتمع وتعرفه. كان من فتره طويله في ضريبه القيمه المضافه كان في حاجه اسمها زياره توعيه، ان مامور الضرايب ينزل للممول ويقعد معاه
قاعده فيها اريحيه ويعرفوا دور الضرائب ايه، ويعرفوا ان دي لمصلحتك ولمصلحه الوطن وهتعود عليك، ويبدا يفهمه ببساطه قانون المنشات الصغيره وان مش هيبقى عليه كاهل. النهارده الاقتصاد غير رسمي ما بيخشش الضرائب خايف، ان مامور الضرائب النهارده الراجل ما بيكسبش 1000 جنيه ويحط عليه 50000 جنيه، طب هيروح ليه؟ انا هو بقى لغايه لما اوصل ولما حد يوصل لي وبعد كده اقفل وافتح واقفل وافتح. فلازم ندعم الناس، لازم نحفز الناس، نبعد عن السياسات العقابيه والتلويح دائما وابدا بان في عقوبه ماليه وفي عقوبه مش عارف ايه، لا انا عايز احفز عشان اجمع المجتمع كله. تمام، شكرا لحضرتك استاذ ياسر محارم الامين العام لجمعيه الضرائب المصريه، كنت معنا عبر الهاتف. ونرجع مره ثانيه للاستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الاهرام الاقتصادي. استاذ عبد الناصر اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. الى اي مدى حضرتك بتشوف فعلا ان مامور الضرائب المفروض بيقوم بدوره اللي اتكلم عليه دلوقتي الاستاذ ياسر في توعيه اللي هو الشخص المفروض يدفع الضريبة خصوصا من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة؟ هو التوعية بتكون بشكل مباشر من الخدمات التي يحصل عليها المواطن في كل مكان على مستوى الجمهورية، وده اللي لاحظناه خلال السنوات الماضية، السنوات الست الماضية، خدمات تقدم في كافة المجالات، تحسين الخدمات الكهرباء والمياه والتعليم، بناء المدارس، الخدمات الصحية، كلها من الأمور التي يستشعر بها المواطن أنه يدفع الضرائب وبالتالي يحصل على الخدمة المناسبة التي يعني من خلالها يعني يدفع ضريبة ثم يحصل عليها على الخدمة بشكل طبيعي وبشكل نعم. مناسب وبشكل آدمي. طيب إلى أي مدى إذن سؤالي بخصوص الجزئية أستاذ عبد الناصر، سؤالي بخصوص جزئية أن هل أو إلى أي مدى يقوم مأمور الضرائب بهذا الدور بتوعية المواطن؟ هل فعلا حضرتك بتشوف أن مأمور الضرائب بيقوم بهذا الدور ويعني يتم الابتعاد عن فكرة الفزاعة وتخويف المواطن العادي صاحب أو المفروض يدفع الضريبة ومن ثم بتخليه يقفل لحد ما مامور الضرائب يعدي، بتخليه غير مهتم أو غير حريص على تقديم إقرارات ضريبية وتمويل ودفع الضريبة المستحقة عليه؟ أعتقد أن فزاعة مامور الضرائب كانت منذ سنوات بعيدة، لكن في الوقت الحالي العلاقة بين مأمور الضرائب والشركة التي ستدفع أو المستحق عليها ضريبة، التعامل بيكون من خلال تقديم إقرار ضريبي، المأمور بيفحصه ويتفاهم مع صاحب الشركة أو المصنع، وبالتالي يعني العلاقة أصبحت يعني لطيفة أكثر مما كانت عليها هناك، كانت فزاعة في السنوات منذ سنوات بعيدة، لكن الآن العلاقة أصبحت هناك تفاهم، توضيح بشكل أكبر أن الخدمة التي يحصل عليها هنا أو هناك، سواء كان الخدمات المرافق العامة التي تحصل عليها الشركات نفسها، هي يعني تقدم له يعني في مقابل أنه يدفع الضرائب المفروضة عليه. يعني هناك علاقة أصبحت حسنة وليست فزاعة كما كان يحدث من قبل. أيضا التعامل بالتوقيع من خلال النظام الإلكتروني، أصبح التعامل المباشر بين المأمور الضرائب والشركة أصبح يعني معدوم أو قليل إلى حد كبير، فالثقة بين الشركة ومأمورية الضرائب أصبحت هي العماد الأول في التعامل، خاصة أن وزارة المالية تعلن بشكل يومي ومن خلال عمليات التوعية التي تقدمها إعلاميا أو من خلال الرسائل التي تصل إلى الشركات أو المواطنين، أن هناك بالفعل يعني خدمات تقدم له مقابل دفع. طيب استاذ عبد الناصر حضرتك بتشوف ازاي اهميه اقرار، ولكن دور المأمور هو مساند او نعم. مساعد لهذه. طيب استاذ عبد الناصر حضرتك بتشوف ازاي اهميه قرار الحكومه لنظام الحوافز بتقديم يعني حوافز مقابل تحصيل هذه الضريبه؟
الحكومة بالفعل يعني هذه من ضمن العمليات التوعوية أنها تقدم حوافز بالفعل لمن يقدم إقراره الضريبي، وده بيحصل بشكل يومي. طيب حوافز زي إيه يا أستاذ عبد الناصر؟ خاصة أن عمليات التوعية بتقديم حوافز أو تقديم تسهيلات أو تقسيط الضريبة أو ما يكون حسب الشركة التي أو القطاع التي يمر به، سواء خاصة أن مثلا في جائحة كورونا هناك بعض الأمور أو التسهيلات التي تقدم من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب للشركات خاصة الشركات المضارة، كلها من الأمور التي تسهل وتساعد دافع الضرائب على أن يلتزموا ولا يتهربوا، وتكون الحصيلة يعني إلى حد كبير متوازنة حسب الخطة التي تضعها وزارة المالية. أن الحصيلة المقدرة خلال هذا العام والتي ستصل إلى 967 مليار جنيه خلال العام الحالي 2021. تحدثت عن حوافز وتسهيلات، لو يعني ترصد لنا بعض من هذه الحوافز والتسهيلات اللي بتقدمها الحكومة لدفع الضرائب أو الضريبة. يعني مثلا في قطاع مثل زي قطاع السياحة الذي تم تأجيل مثل الضريبة، قطاع الطيران، قطاع يعني هناك تسهيلات تقدم مثلا تقسيط لبعض الشركات التي تقدم أقرارها ولكن لظروف الوضع الاقتصادي العالمي الذي يؤثر بشكل سلبي على بعض القطاعات سواء كان في عمليات التصدير أو الاستيراد أو الإنتاج، فكلها من الأمور التي تتفهمها الدولة ووزارة المالية تحديدا، وبالتالي هذه التفاهمات تسهل على الشركات وأيضا المأموريات التي لا تتعامل بشكل فزاعة أو بشكل مخيف للشركات التي إذا استشعرت أن هناك يعني خصومات أو مشاكل أو نزاعات أو بعض الفزاعات التي يقدمها المأمور الضرائب، فبالتالي سيكون هناك انعكاس سلبي على تقديم الضريبة أو التهرب. نعم وصلت الفكرة. نعم شكرا لك أستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. طيب مشاهدينا الكرام، خلونا ناخد مجموعة من الآراء والتعليقات اللي وصلت لنا على صفحتنا على الفيسبوك همزة وصل، ونشوف بعض هذه. روني روني بيقول بالطبع تعود بالنفع على ربوع الوطن كالبنية التحتية وشق الطرق والكباري والتأمين الصحي وخدمات كثيرة. محمد الطواب بيقول يجب دفع مستحقات الوطن لنضمن الضرائب أولا بأول بأنظمة إلكترونية من أجل توفير خدمات أساسية التي لا يمكن للمواطنين توفيرها لأنفسهم لارتقاء منظومة المجتمع للخدمات لمواكبة التقدم العالمي. مشاركة أخرى من ناهد عبد الفتاح بتقول يمكن للضرائب أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تغيير حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو توجيهها لقطاع الخدمات زي الصحة والإسكان والطرق أو الطاقة، وهنكتفي بهذا القدر من مشاركة ناهد. خلونا نروح لمشاركة أخرى من أحد مشاركينا أيضا على الفيسبوك، أو خلونا نكتفي بهذا القدر، نكتفي دلوقتي بهذا القدر من مشاركات مشاهدينا الكرام، وإحنا في انتظار المزيد من هذه الآراء والمشاركات مشاهدينا الكرام. ينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور فريد فوزي أمين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب. دكتور فريد أهلا بك يا فندم. دكتور فريد؟ أيوة أهلا بك أنا سامعك. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك. دكتور فريد، إلى أي مدى يعني استعد كافة أطراف العملية الضريبية في التأقلم مع النظام الإلكتروني الجديد خصوصا الأشخاص الطبيعيين؟ أنا عايز أقول لك بس هو طبعا فكرة إن احنا التحول الرقمي اللي احنا بنعمله أو الدولة بتعمله وجزء منها الضرائب ده حاجة ضرورية يعني ما ومهمة،
ولكن هم يعني الحائد قال هم ماشيين باسرع شويه من المواطن الطبيعي اللي هو متواجد اللي هيعمل الاقرار الشخصي واللي هي اللي هو الافراد واللي هي دي المشكله. الافراد التكنولوجيا عندهم مش بنفس السرعه اللي ماشيه بيها الحكومه والمنظومه الضريبيه. تمام. طيب دكتور فريد ده ازاي حضرتك بتشوف المفروض مصلحه الضرائب تتعامل معاه؟ يعني احنا عارفين اي حاجه في بدايتها الكترونيا ربما يكون فيها بعض الصعوبه بعض عدم الفهم، حتى لو شفنا مثلا على سبيل المثال التنسيق الالكتروني بالنسبه لطلبه الثانويه العامه كان بيتاح اماكن ومراكز لتقديم الرغبات الكترونيا للالتحاق بالجامعات، ازاي برضو بنفس الطريقه او الاطار ممكن تعمل كده مصلحه الضرائب للاشخاص العادي؟ والمصلحة الضرائب عمل ندوات حقيقية كثيرة عن الموضوع ده وعملت توعية جامدة، ولكن خلينا نقول ان الأنشطة الفردية اللي موجودة في بعض المناطق في مصر يعني فممكن ما يكونش عنده التكنولوجي نفس التكنولوجي اللي ممكن يستخدمه فيبقى عنده صعوبة. فأنا كل اللي طالبينه ان احنا يبقى عندهم فرصة لو هو ما قدرش، انا مش عاوز يروح لمكان غير مؤهل يقول له انا هعمل لك الاقرار وانا مش عارف ايه وادفع 100 جنيه زي ما احنا ابتدينا نسمع دلوقتي، لا انا عاوز المصلحه يكون عندها الاماكن بتاعتها ان المواطن لو ما عرفش يروح في المكان ده يقدر يساعده ويدخله الاقرار بطريقه صح، مش عاوز يبقى في حاجات خارجيه، عارف زي فكره الفلوس الخصوصيه، مش عايزين تقلب الموضوع كده يعني، عايزين يبقى هي المصلحه زي ما هي. وده برضو عذرا للمقاطعه دكتور فريد، وده اللي حذرت منه مصلحه الضرائب من تعامل الممول دافع الضريبه مع الاشخاص اللي بيعرضوا مساعدتهم في تقديم الاقرارات الالكترونيه مقابل مبالغ ماليه من خلال مكتبات او اكشاك، لما قد يسببه تداول البريد الالكتروني والرقم السري للممول مع اي اشخاص اخرين قد يسيئون استخدام بياناته. وكان وممكن كمان لان ممكن يكون البيانات اللي هيدخلها له ممكن يدخله اي حاجه وخلاص، فانت انت اللي هتاخد المخاطره بعد كده ان ده الاقرار بتاعك، فانت اللي هيدخلك الحاجه دي ممكن ما يدخلهاش صح، فانت هتبقى في الاخر مخاطره. فانا احنا بنطلب نصحنا في الاماكن اللي هي يبقى فيها اماكن توعيه وفي نفس الوقت في نوع من التكنولوجي في المصلحه يسمح للمواطن يروح زي سنتر كده تبع المصلحه في اماكن حتى لو كل مدينة واحد يقدر المواطن يخش حد يوقف يساعده ويدخله الحاجة أو هو يقول له إزاي يدخلها عن طريق أماكن مخصصة تبع مصلحة الضرائب، على الأقل هنضمن الجودة بتاعة الحاجة، هنضمن الحيادية، هنضمن الأمانة والحفاظ على أسرار المواطن، ده اللي احنا شايفينه. أنا مش عارف بقى هل المصلحة عندها الإمكانيات التكنولوجية والأماكن اللي هي تقدر تعمل كده، ده أنا مش قادر اتمنى ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده. طيب اخيرا دكتور فريد، هل في يعني في رقم معين لحجم الضريبه المحصله من الاشخاص الطبيعيين كل سنه في الموازنه او مما هو محصل من الضريبه؟ بس انا ما عنديش رقم محدد اعرفه، بس انا حسب المعلومات اللي عندي الارقام بتاعه الاشخاص الطبيعيين نسبيا صغيره، يعني مش رقم مؤثر في الموازنة عندنا. الضرائب أغلبها بتيجي من الجهات الكبيرة زي البنك المركزي والبترول والحاجات دي والشركات الكبيرة. الأشخاص مش رقم مؤثر خالص، مش رقم مؤثر خالص. بس خلينا نقول الفكرة مش الضريبة في المبلغ، الفكرة لما بتعمل المنظومة على مستوى الدولة ده هيقلل كتير من فكرة زي ما نقول اللي هو مش عايز أقول التحرك الضريبي، بس عايز أقول الجزء اللي هو مش داخل في المنظومه بتاعه الدوله، يعني ده يقلل ده جزء من فالهدف. انا ما اعتقدش ان الهدف بس حصيله، لان الهدف الحصيله هم الاشخاص مش مؤثرين في الحصيله، يعني الارقام كلهم نسبيه صغيره ولكن بس مؤثرين في الاقتصاد. شكرا لحضرتك دكتور فريد فوزي امين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، كنت معنا عبر الهاتف. انضم لنا دلوقتي مشاهدينا الكرام دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصاديه. دكتور كريم اهلا بيك. اهلا بحضرتك فهم. اولا ايه اللي يخلي الاشخاص الطبيعيين لا يقدموا على تقديم اقراراتهم الضريبيه ومن ثم عدم دفعهم للضرائب المستحقه للدوله عليهم؟ طبعا عدم سداد الاشخاص للمستحقات الضريبيه
او التاخر في سدادها ده طبعا ضرر كبير على الاقتصاد الوطني، بيسبب عرقلة لمسيرة البناء والتنمية ورؤية مصر 2030 اللي بتسعى الدولة المصرية لتحقيقها. يعني خلينا اقول لحضرتك ان التنمية الاقتصادية بتعتبر في وقتنا الحالي هدف اساسي يتطلب استغلال او الاستغلال الامثل للسياسة المالية، لان طبعا تأثير استغلال هذه السياسة بينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي. طبعا السياسة الضريبية هي بتكون واحدة من ادوات او الركائز الاساسية لتحقيق هذه الاهداف، لان طبعا اثارها لا تقتصر فقط على تحصيل مبالغ من الاشخاص او الممولين، ولكن لها اثار اجتماعية واقتصادية اخرى بتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة بين الافراد. ايضا بتساعد الدولة على التصدي للازمات الاقتصادية كالتضخم والكساد. وبالتالي هنا هنجد ان الضرائب بالمفهوم العام وباختلاف انواعها بيكون ليها وظيفة اجتماعية ووظيفة اقتصادية، بالاضافة طبعا لوظيفتها الاساسية وهي الوظيفة المالية. تمام. بسبب جائحة كورونا دكتور كريم، في العديد من الأشخاص وأصحاب الأعمال تأثروا بسبب هذه الجائحة، إلى أي مدى بتتوقع أن ده ربما يكون له تأثير على الحصيلة المحصلة من الضرائب من دافعي الضريبة؟ هو طبعا فترة أزمة كورونا تأثرت العديد من القطاعات، وده قد يتسبب في تأثر الحصيلة الضريبية المتوقعة، ولكن هنجد ان في نفس الوقت الدولة اتاحت فرصة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، اتاحت فرصة لهؤلاء الممولين الحاليين في التوسع في مجال أنشطتهم بإضافة نشاط آخر سواء نشاط صناعي أو خدمي أو مهني على نفس الملف الضريبي. بالتالي هنا أنا بقدر كممول أن أنا أضيف إلى النشاط أو أغير النشاط، وبالتالي أقدر أن أنا أعوض خسارة النشاط الحالي اللي توقف أو تضرر بسبب أزمة كورونا. طيب دكتور كريم، أخيرا سؤال أخير، حضرتك يعني شايف بعد كل هذه الإقرارات والحوافز و التشجيعات اللي بتقدمها الدولة والحكومة للأشخاص سواء لتقديم إقراراتهم الضريبية أو حتى لدخول أشخاص جدد سواء اعتباريين أو طبيعيين للمنظومة الضريبية، حضرتك بتشوف إلى أي مدى كان لها تأثير فعلا في تشجيع هؤلاء الأشخاص على تقديم إقراراتهم الضريبية والدخول تحت مظلة أو عباءة الاقتصاد الرسمي؟ لا يعني خلينا اقول لحضرتك ان اهم ما بيتطلب زيادة الحصيلة الضريبية هو الثقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب، والحقيقة ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد اتى في وقت بالغ الاهمية، لانه نجح في اعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب. وبالتالي هنا ان الامر لن يكون مقتصرا فقط على تحصيل مبالغ او مستحقات ماليه من الممول لصالح الخزانه العامه للدوله، بل اصبح الممول شريك في بناء الدوله وتحقيق التنميه. خليني اقول لحضرتك ان الحصيله الضريبيه هي احد الايرادات الاساسيه للدوله المصريه، واللي انا بقدر من خلالها اسد عجز الموازنه العامه للدوله. الحصيله الضريبيه لا تقتصر فقط على مبالغ بتقوم الدوله بتوظيفها في بناء الطرق والبنيه التحتيه وشبكات المواصلات، ولكن بتمتد ايضا ان الدوله بتستطيع دعم سلع معينه، دعم قطاعات معينه من خلال هذه الحصيله الضريبيه. من نقطه تانية ان انا من خلال الحصيله الضريبيه بقدر اسد عجز الموازنه العامه للدوله، وبالتالي ما بلجاش الى الاقتراض الخارجي اللي بيحمل الدوله وبيحمل الموازنه العامه للدوله والاجيال القادمه اعباء معينه تتعلق بسداد هذه القروض ومستحقاتها. وبالتالي الحصيله الضريبيه هي اساس التنميه، هي اساس اللي بتقدر انت من خلاله كمواطن بتسترد هذه الخدمات او تسترد هذه الاموال في صوره خدمات ودعم في قطاعات اخرى او خدمات بتحصل عليها سواء في التعليم او الصحه او خلافه.
شكرا لحضرتك دكتور كريم عادل على هذا التوضيح، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف. وأيضا نشكر ضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا على مدار هذه الحلقة اليوم، الأستاذ ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، والدكتور فوزي الدكتور فريد فوزي أمين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة همزة وصل النهاردة، بكرة إن شاء الله بعد موجز الواحدة موضوع جديد وسؤال جديد وحلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.